هذا المنشط اللي بينظم سنويا بواسطة اتحاد الطلاب، يعكس فيه نشاط الطلاب. بالكلية الآن حوالي 4 تخصصات: هندسة النسيج وهندسة البلاستيك وهندسة الجلود والهندسة الكيميائية. النشاط يعني يتفاعل فيه الطلاب، يعكسوا فيه كل المعارف اللي اكتسبوها في سنين دراستهم. بيحاولوا في نشاطهم هذا في الأسبوع، يعني هو عبارة عن أسبوع بيحدد سلفا، يعني من ضمن الفعاليات اللي بتضمن في البرنامج الدراسي، برنامج الدراسي التقويم الدراسي محدد هذا اليوم. فيه الكليات الهندسة بتقوم أو تقيم مناشط بتاع أسبوع هندسي. بقية الكليات الأخرى في الجامعة، الجامعة فيها حوالي 23 كلية، بتكون عبارة عن أسابيع ثقافية بتحكس فيها كل الكليات أو الطلاب بالأحرى. يعني هو نشاط بنظم اتحاد الطلاب، لكن مدعوم من الجامعة وبموافقة الجامعة وبتشجيع من الجامعة والكليات. بالتالي هم بيحكسوا فيه كل المهارات والمعارف اللي اكتسبوها، بيحاولوا يعني يحكسوا أو يدعوا فيه أكبر قطاعات من الصناعة أو من القطاع العام والخاص اللي عنده علاقة بالتخصصات الموجودة. بيحاولوا يعرضوا فيه منتجات هذه الشركات، بيعرضوا عندنا في من ضمن البرامج الدراسية فيما يعرف بمشاريع التخرج الذي أتى تحت شعار مهندس أنا للصناعة مخترع من كل براعة. زي ما شايفين إنه نحن عندنا 4 أقسام: قسم الهندسة الكيميائية اللي هو بيتناول في معارض العلمية، معرض الأسلحة، معرض تصنيع الأدوية، بالإضافة لطريقة تصنيع السكر. ده يمكن ملخص لمعرض الهندسة الكيميائية. زي ما بالنسبة للمعرض الجلود، يمكن تناولنا بعض المنتجات الجلدية اللي قاموا بتصنيعها أخواننا في هندسة الجلود، بالإضافة لأنه في حضنة الجلود بنتناول المراحل اللي بعد بها الجلد منذ أن يأتي من المسلخ لأنه ينتهي، يبقى مادة خام جاهزة للتصنيع. بننتقل لهندسة النسيج، بنجد أنه في معرض الهندسة النسيجة بنلقى علاقة النسيج بالهندسة المدنية في المباني عموما، وهندسة النسيج وارتباط النسيج بعالم الطيران والطائرات، وارتباط النسيج بالطب. ده ما يتعلق بهندسة النسيج. بنجي في البلاستيك، بنلقى أنه بعض العمليات التصنيع مثل الانجكشن والروتيشن، بالإضافة إلى ارتباط البلاستيك بكل المجالات، مجال الكهرباء ومجال الطب ومجال الميكانيكا، بالإضافة لأنه في أخواننا في هندسة البلاستيك عندهم مشروع الريسايكل اللي هو عبارة عن توعية للمواطنين اللي هو إنه كيف نستفيد من البلاستيك ده بعد انتهى الغرض الأساسي منه، باعتبار إنه الناس تحفظ البلاستيك ده عشان يحافظ على خصائصه ويتم إعادة استعماله من جديد تاني. ريم أحمد مدني، هندسة البلاستيك. بنرحب بكم في كليتنا، كلية هندسة وتكنولوجيا الصناعات. أول حاجة أسبوع المهندس ده أكتر أسبوع إحنا بننتظره من العميد يحدي آخر زول في الطلبة. كل أسبوع اللي بنبرز فيه إبداعاتنا، بنشتغل فيه مشاريعنا، بنوصل الناس وصلوا لوين، وبنوري الناس إن إحنا كلنا كهندسات بنكمل بعض. عندنا هنا هندسة البلاستيك، هندسة الكيميائية، هندسة الجلود، هندسة النسيج. في معارضنا ومشاريعنا بنوضح إحنا للناس أول حاجة بندرس شنو تخصصنا ده خاص في أي مجال بنشتغل كيف. تاني حاجة بنوري للناس الربط الحاصل بيناتنا حتى لو ما كربت هندسات، يعني مثلا ناس نسيج في الطب بيوروا عندهم الخطوط الطبية، ناس كيميائية عندهم الأدوية، إحنا عندنا الأجهزة الطبية اللي بيشتغلوا بها ناس بلاستيك، ناس جلود مثلا بيورونا الصناعة وصلت وين، إن عندنا حاجات كلها من الجلود وممكن تكون ميد إن سودان. وبنشتغل فيه كل المعارض دي، وبنوري الناس الافكار اللي وصلوا لها الناس هسه حاليا والمشاريع اللي هسه قايمه في البلد، وبنحاول ننفذ عندنا. كليه هندسه الصناعات هي كليه يعني بتختص وبترفد الصناعه بكثير، يعني اهم الصناعات الموجوده في البلد بذات الصناعات التحويليه دي هي الهم. اول الخريجين بتاعنا هم بيصبوا في الاستفاده
من ما تنتج هذه البلاد من مواد خام، وانها تتحول تزيد لها القيمه المضافه بتاعتها، وبالتالي تكون عائد اقتصادي كبير يساهم في التنميه الاقتصاديه والتنميه الصناعيه في البلد. وبالتالي شرفنا هذا العام السيد وزير الصناعه الاتحاديه بافتتاح ورعايه هذا الاسبوع، وكان من المفترض ان يكون في فعاليه اخرى يعني من ضمن الفعاليات اللي بتصاحب، اللي هي في فعاليه بتاعت المؤتمر الاول للصناعات، اللي هو كان من المفترض يكون مصاحب لفعاليات هذا الاسبوع. اهميتها في نهضه البلاد بالاضافه لطرح شراكات مع سوق العمل الصناعي، او طرح شراكات مع مؤسسات الحكوميه ذات الصله في تدريب وتاهيل الطالب كليه الهندسه للمهندسين والصناعات، طرح شراكات مع سوق العمل الصناعي على تطوير العمليه الصناعيه في السودان وتاهيل الكادر الصناعي عموما، ده ما يتعلق بالمشاريع العلميه والابتكارات. بالاضافه للمعارض العلميه بنجد انه كل قسم عنده المجال الثقافي بتاعه في حي متخصصه له بيعرض فيها رؤيته الثقافيه. عشان نتكلم زيادة عن أسبوع الصناعات الثاني بجامعة السودان، معي عبر الهاتف أستاذ مهتدي عبد الرحيم. أستاذ مهتدي صباح الخير. صباح النور، السلام عليكم يا مرحبا. كيف صباحك؟ إن شاء الله بخير. تمام الحمد لله، الله يخليك. أستاذ مهتدي، كيف تقييمكم لأسبوع المهندس الثاني أو أسبوع الصناعات بجامعة السودان؟ تقييمكم العام له شنو؟ والله الحمد لله أسبوع الصناعات المرة دي في نسخة الثانية ممكن نعتبره ناجح بالنسبة للأسبوع الأول، فكان يعني السنة اللي فاتت كان أول أسبوع لمهندس الصناعات، اعتبارا بأن كلية هندسة تكنولوجيا الصناعات كلية يعني وليدة جامعة السودان من سنة 2013، انتقلت تخصصات هندسة الصناعات من كلية الهندسة. فالأسبوع اللي فات في السنة اللي فاتت كان يعني بداية يمكن للكلية ولطلاب الكلية بأسبوع خاص لهم وكده. فالأسبوع الثاني حاليا جودوا فيه العمل، ومن معارض مشاريع علمية ومن معارض مشاريع التخرج، معارض المنتجات لمصانعهم او لمنتجاتهم في تخصصاتهم الاربعه المختلفه. والحمد لله يعني كان في برضه عمل ثقافي مشارك في المعارض وقيم ترفيهيه، بحيث انه الطالب لما يجي يستفيد من الماده العلميه بوجهها الاربعه في التخصصات المختلفه، بالاضافه الى عمل ثقافي وترفيهي يخلي البرنامج جميل ويطلع الزول بصوره لطيفه ومبسوط من البرنامج. استاذ مهتدي، ابرز الاجسام اللي لقت تميز في اسبوع الصناعات الثاني، او انتم بتشوفوا انه هي السنه دي تطورت عن السنه اللي فاتت؟ والله الحمد لله، اول حاجه نقول الاقسام الاربعه يعني انجزوا وتميزوا، لكن الحمد لله يعني مثلا على مستوى الهندسه الكيميائيه في المعرض بتاع السلاح ده يمكن حاجه جديده ودخيله عليهم بمشاركه من الجهات المعنيه في البلد، ادتهم السلاح والمعرض، وكان في شرح واضح للاسلحه وتركيبها الكيميائي ومشاركه المكانيكا فيها كيف وطريقه تركيب الاسلحه. وبالنسبه لهندسه النسيج برضه كان عندهم مشاريع يعني كبيره جدا، مثلا في مشروع لتصفية الدم في غسيل الكلى من نسيج، يعني المشروع ده لو لقى مساحة في البلد هنا فائدة كبيرة. وبالنسبة مثلا لهندسة الجلود كان في مشاركة من مدافع وطنية ومن مصانع شاركوهم في المعرض. وبالنسبة برضه لهندسة البلاستيك يعني عندهم مشاريع ما شاء الله يعني جميلة جدا وحاجات مختلفة جديدة. أنت أستاذ مهتدي، أبرز الحاجات اللي بتطلعوا بها من أسبوع الصناعات الثاني شنو يعني أكثر شيء بتحس إنه هو نجاح الأسبوع بيقاس بشنو؟ والله اول حاجه بالنسبه لنا نحن كهندسه صناعيه انا بعتبرها يمكن هي هندسه وليده في البلد، فانه كونه الزائر يجي من برا ويعرف التخصصات الاربعه دي ويعرف عنها وعن تفاصيلها دي يمكن انا بشوف فائده كبيره. خلاف ذلك عندنا يعني ينتج الشركات الصناعيه سواء كانت وطنيه او قطاع خاص للمعارض دي، وبنوريهم المشاريع بتاعت التخرج والافكار الجديده لو لقت رواج ولقت من يحتضنها يعني بتفيد البلد كثيرا في انتاج مواد خام نحن بنستوردها حاليا من برا. يعني الحاجة دي لو كان كل سنة لما يجينا مثلا من الشركات الوطنية أو الشركات الخاصة دول بيقدر يحتضن مشروع أو مشروعين من كل قسم، البلد لقدام صناعيا حتكون بلد منتجة ومصدرة وليست مستوردة. أستاذ مهتدي عبد الرحيم، نائب رئيس لجنة المنظمة لأسبوع الصناعات الثاني، شكرا جزيلا لك. الله يخليك. شكرا. من أسبوع الصناعات وجامعة السودان والنجاح الحقق في أسبوع الصناعات الثاني، نشرب معاكم لفقرة فوتوغرافيا اللي لها خصصناها للسعادة، دائما السعادة مربوطة جوانا إنه إحساس داخلي.
لما تحس جواك بالسعاده بتقدر تطلعها، بتقدر تخلي الحواليك كلهم سعيدين. يا رب دائما ايامكم كلها سعاده وفرح وابتسامات دائما يا رب. هنطلع نشوف فوتوغرافيا عن السعاده.